هذا ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. وأوضح مجلس الوزراء أن مشروع الموازنة العامة الجديد يستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، لافتا إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5% وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 80.5%.